الصيف، البحر، ليكولاغ، هذوما الكلمات اللي يجوا في راسي كنت تفكر بجاية. بجاية اللي رحت لها أول مرة في 2008 كان عارضني صاحبي فوتوغراف ملتم بوغا ويكند، قال لي باش نديكوفريو في قايت كما يقول. حوسنا في سنترفيل، شفنا لا كورنيش، ومن ثم عنا ديسيدي نطلعوا ليما قرايا. كملنا مشينا حتى طحنا في واحد البلاصة، هنا حبست. وعلاش؟ باسكو عجبني المنظر، لا فيردور، البحر، قاع هذوك البوابر، يسختو هذيك الدار اللي كانت وحدها. يعني جيماجين كيفاش تكون لافي من تمك يدرى. وكما كان الحال تلمو عجبتني لافي، يسختو الكالم اللي كنت نحسو لتمك، قلت ناخذ تصويرة لتخليد هذيك اللحظة. مر على مرة نقعد تفكر هذيك الدار ونقول لازم نروح لها كاش نهار إن شاء الله. عماد بوقاف، مهندس في الإعلام الآلي، مصور هاوي.